الله، هو لحق يقول لك؟ امال يعني هيقول لي مين؟ ايوه، عايز اجوز حسام لنبيل. الكلام ده لما يكون ابوه مش موجود يا سرية، انما انا موجود ومش هسمح لك تتحكمي فيه ولا في حياته زي ما انت عايزه. انا عشان مصلحه العيال، ولا يرضيك واحد غريب يجي رب ولاد رياض؟ لما نبيله تنوي تتجوز ساعتها يبقى في كلام تاني، هيبقى من حقك تاخد انت الولاد عشان تربيهم. ما هي لازم تتجوز، هي هتفضل قاعده كده من غير جواز؟ شوف اقول لها ايه، تقول لي ايه؟ يا سرية، يا سرية، حسام في مرحلة دراسة، أكيد اللي أنت عايزاه يعمله ده هيأثر على مستقبله. مستقبله؟ مستقبله هي فلوس يا حبيبي. مفيش فايدة، هتفضلي فاهمة إن فلوسك هي كل حاجة. لا بقى، تكمل تعليمه أهم من فلوسك. يا سلام، وهو لما يكمل تعليمه هيعرف يفتح بيت ولا هيعيش العيشة اللي أنا معيشها له؟ حسام مش عايز فلوسك وعايز يكمل تعليمه، وانا مش هسمح لك تضيعي مستقبله زي ما عملت في رياض قبل كده. انت سامعه؟ يعني انت بتفكر تختار بين الوضعين اللي عرضتهم عليك؟ انا مش عاوز الا مستقبلي، بس المصيبه بقى انها حاطاه في كفه قدام جوازي من نبيله. انا مش فاهمه احنا في انهي زمن بالظبط، ازاي ده يحصل في نفس الزمن اللي الناس بقت تتجوز فيه بالانترنت، ومامتك لسه بتقول لابنها يا تتجوز ارمله اخوك اللي اكبر منك يا حرمك من تعليمك ومن حقوقك الماديه ومن كل حاجه. بصراحه انا مش قادره استوعب. امال انا اعمل ايه؟ تقول لا، ولا بحلو صوتك، انت من حقك عليها انها تصرف على تعليمك، دي مش منحه، خاصه يعني انها انسانه مقتدره ومش محتاجه لمساعدتك في حاجه. يا سلوى، يا سلوى، انت ما تعرفيش امي، امي عنيده لاقصى درجه، وعمرها ما هيجي في دماغها الاعتبارات اللي انت بتتكلمي عليها دي. يعني ايه؟ انت بتفكر توافق على طلبها؟ مش عارف، مش عارف حتى افكر، حاسس ان عقلي اتشل، ما بقتش قادر اخد قرار. انا مش قادره اصدق ولا استوعب انك حاطط نفسك في الوضع السخيف ده. طب ايه البديل يا سلوى؟ ايه البديل؟ البديل زي ما قلت لك، ترفض، ترفض بالكلام وبالفعل. بالكلام وبالفعل ايه بس؟ مش عايزين كلام شعارات بقى. يعني ترفض بوضوح اللي مامتك طلبته، وتحاول تعمل حاجه عشان تحل بيها مشكله تعليمك. خلاص دي هانت، ده انت ما فاضلكش غير سنه. مش فاهم، مش فاهم تقصدي ايه. اشتغل، اصرف على تعليمك، ما فيهاش حاجه لما تتنازل عن العربيه والموبايل والمصاريف الجامده دي. عيش حياه المكافحين سنه واحده من حياتك، غيرك بيقعدوا طول حياتهم يكافحوا بس في الاخر بيبنوا لنفسهم مستقبل من جهدهم وتعبهم. ايوه بس انا مصاريف كليتي مكلفه جدا يا سلوى. معلش بس مامتك لما تلاقيك وقفت على رجلك وبتحاول تحقق اهدافك اكيد هتيأس من طلبها ده، ويمكن قوي تحاول تساعدك. امي لا يمكن هتتراجع عن كلمه قالتها، وبعدين انا كمان ما اقدرش انزل بمستوايا مره واحده كده. يا سلوى امي نجحت انها تحاصرني وتكتفني. انت حر بقى، بس قبل ما امشي عايزه اقول لك رايي فيك. انت انسان نافع ومادي، وانا اتصدمت فيك. ازيك يا حبيبي؟ فاطمة قالت لي انك عاوزني ومستنيني. ايوه فعلا، انا كنت عاوز اتكلم مع حضرتك كده، بس يا ريت بهدوء ومن غير نرفزة ولا عصبية. حاضر يا سيدي، اديني هقعد اسمعك من غير نرفزة ومن غير عصبية اهو. مش انت يا امي تحبي ابنك دايما يبقى مبسوط كده ومستريح؟ خش في الموضوع من غير لف ولا دوران يا حسام. يا امي انت عارفه سعادتي في ان انا اكمل تعليمي وابني مستقبلي. ما تكمل زي ما انت عاوز وابني براحتك يا سيدي. يا امي ما هو اللي انت بتطلبيه مني ده مستحيل، انت كده بتحطيني في خانه اليك. يعني يا اما اعمل المستحيل اللي انت عايزاه، يا اما اضحي باملي في الحياه في ان انا اكمل تعليمي وابني مستقبلي. اللي هيخليك تكمل تعليمك فلوسي،
اللي هيبني لك مستقبلك فلوسي، اللي هيسفرك بره عشان تاخد الشهاده الكبيره العاليه فلوسي، واللي هيخليك تتجوز وتفتح بيت برضه فلوسي. يعني مش هتتعب في اي حاجه، جاي لك كل ده على طبق من ذهب. وكمان بتتامر، انت لازم تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر على النعمه اللي بقيت فيها. نعمه؟ نعمه ايه؟ نعمه ان انا ابقى مجرد قطعه شطرنج بتحركيها في المكان اللي انت عاوزاه؟ نعمه ان انا ابقى مجرد ريشه بتنفخيها وتطيريها في المكان اللي انت عايزاه؟ نعمه ان انا لا ليا لا حول ولا قوه ولا اراده ولا اختيار في اي حاجه في حياتي؟ ليه؟ انت اللي بترسمي وانت اللي بتخططي وانت برضه اللي بتنفذي، وانا ايه؟ انا ماليش اي لازمه؟ ماليش اي اختيار؟ ماليش اي وجود في الحياه؟ ليه؟ ليه؟ ليه يا امي؟ خلصت كلامك؟ انا ما عنديش وقت للكلام ده. اذا كنت فكرت في اللي انا قلت لك عليه قول لي فكرت في ايه. ما فكرتش ما توجعش دماغي. انا غير اللي في دماغي مش هنفذ، وانت عارف كده كويس. يعني خلص وقسط. انت ليه بتعملي معايا كده؟ ليه؟ ليه بتحطميني وبتضيقي الدنيا في عينيا؟ ليه بتقسي عليا؟ ده انا ابنك. بس 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 ما تكبرهاش قوي كده. انا مش شايفه ان نبيله يعني وحشه قوي للدرجات دي. يا ستي نبيله جزمتها فوق دماغي، لكن انا ما انفعلهاش ولا هي تنفعلي. ليه يا فالح؟ ليه؟ لمليون سبب. اولا لفرق السن، ثانيا لفرق التعليم، ثالثا وده الاهم ان انا مش قادر اشوفها غير انها مرات اخويا الله يرحمه. زي متصوره ان انا ممكن احل محله؟ زي متخيله ان انا ممكن يجيلي قلب اعاشر مرات اخويا كزوجه ليا؟ ويا ريتها مراته بس، دي حب عمره، حب عمره اللي ياما حلم سنين انه يملكه، ولما امتلكه ملحقش يا حبيبي يتهنى بيه. الورث في اي حاجه الا ممتلكات القلب. وفيها ايه؟ طول عمر الفلاحين والصعايدة عايشين على كده. انا مش فلاح ولا صعيدي، انا راجل متعلم تعليم اجنبي. مالهم الصعايدة ومالهم الفلاحين؟ ما احنا منهم. هو انت نزلت من بطني بتتكلم انجليزي؟ يا ستي الصعايدة والفلاحين دول اجدع ناس وعلى راسي من فوق، لكن انا بني ادم متفتح ليا طموحات ملهاش حدود. بصي، اذا كان على اولاد رياض في عينيا الاثنين، بس من غير جواز ولا عقود عشان خاطري. اعتبر الموضوع منتهي. يعني انت؟ يعني رفضت طلبي، مالكش حاجه عندي. مفاتيح العربيه والموبايل تحطهم على ترابيزه السفره بره، وتروح تسحب اوراقك كلها من الجامعه، فاهم؟ اتقي الله في اللي بتعمليه. اللي يشوف كده يقول انا بعمل حاجه حرام او عيب. لا حرام ولا عيب، لكن ده غلط. غلط تلعبي بمستقبل ابنك وبولية مكسورة الجناح قلبها محروق على جوزها حبيبها. وانا قلبي مش محروق على ابني اللي راح مني شاب زي الورد؟ ولا ولاده اللي لحم حمر ما يعرفوش ربهم؟ مش من حقي اطمئن عليهم قبل ما اجري لحاجة ولا اموت؟ بعد الشر عليكي، انت ممكن تطمئني عليهم بطريقة تانية، لكن مش بالشكل ده. الطريقه يا شملوله قولي لي عليه. يعني ممكن تحط لهم فلوس في البنك، تكتبي لهم حاجه باسمهم، حاجه زي كده، لكن ما تجوزيش امهم لعمهم. ما هو ده هيحصل، هيحصل، لكن الفلوس لوحدها مش كفايه. العيال عايزين اب يربيهم، وهي عايزه راجل لازم يكون مننا عشان ما تروحش الراجل غريب. ايه ده؟ استر يا رب. في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا ماما؟ مين اللي رزع الباب كده؟ صوصان خرج. خرج؟ استر يا رب. ممكن افهم ايه اللي بيحصل بالظبط؟ البيه بيضغط عليا. بيضغط عليكي في ايه؟ ابدا، خناقه بسيطه كده يعني. ايوه، بسبب ايه يعني؟ انت هتحققي معانا
اجري يا فاطمه طيل العبايه خلينا نروح له. تروح لمين؟ هروح ليوسف اكيد راح له. انا رجلي على رجلك مش هسيبك تعملي معاهم زي ما عملت المره اللي فاتت. يوسف ها؟ ما تعرفش سلوى مالها؟ مالها فين؟ ما بقتش طبيعية خالص اليومين دول، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتهزر ولا بتضحك، وما لهاش نفس الأكل خالص. غريبة، تي قلت لها حاجة عن طلب الضم؟ لا. مين هيجي لنا دلوقتي؟ أنا اللي هفتح. وسهلا اتفضلي. لا مؤاخذه يا استاذ يوسف. ايه في ايه؟ حد من الولاد جرى له حاجه؟ لا ابدا، بس اصل الست سرية قاعده في العربيه تحت وبعتتني عشان اسال حضرتك. يعني هو سي حسام عندك؟ حسام؟ لا ما جاش. ليه؟ ابدا خلاص مفيش حاجه. استني هنا. ايه اللي خلاص مفيش حاجه؟ ماله حسام ما تتكلمي؟ اصل هو اتخانق مع الست سرية وخرج على طول واحنا مش طايلينه وقفل الموبايل. ازاي الكلام ده؟ طب استنى انا هغير هدومه واجي معاكي. هتنزل تروح فين؟ اشوف حسام جراله ايه؟ هتدور عليه في الشوارع؟ ما تتصل بيه بالتليفون الاول. المؤاخذة يا مدام. لا معلش، ان شاء الله ربنا يطمنكم عليه. اتفضلي ارتاحي. ربنا يريح قلبك. الموبايل مقفول. طب خليك انت يا استاذ يوسف، واحنا لو عرفنا اي حاجه انا حاجه اطمنك. انا عندي فكره. طيب ما تتصل بمنال وتاخد نمر صحابه، يمكن تلاقيه عند واحد منهم. معرفتيش ايه سبب الخلاف؟ ولا حد رضي يقول لي اي حاجه. حاجه غريبه قوي، ده حسام عمره ما عملها. معنى كده ان في حاجه كبيره قوي حصلت. اكيد. بصي يا نبيله، انا بقالي كام يوم حاسه بتوتر كده مش مفهوم بين ماما وحسام، بس مش عارفه ليه. ربنا يستر. الو. ايوه يا بابي. نمر تليفونات صحاب حسام؟ طيب حاضر اشوفهم لك في الاندكس بتاعه. ثانيه واحده. في ايه يا منال؟ بابي عايز نمر تليفونات صحاب حسام. جيب العواقب سليمه يا رب. فينك يا رياض؟ خير يا حسام؟ في ايه خضتني؟ ازيك يا سلوى عامله ايه؟ انا اسف ان انا نزلتك من بيتك بالطريقه دي، بس انا كنت محتاج لك قوي، محتاج اتكلم معاكي، وطبعا مش عارف اتكلم معاكي فوق في البيت. ليه يا حسام؟ احنا بنتكلم في البيت عادي. لا بس مواضيع الخصوصيه دي ما تنفعش. طبعا انا عارف انك انت مش هترضي انك تيجي معايا اي مكان هادي علشان نقعد نتكلم فيه، عشان كده جيت لك تحت البيت واتصلت بيكي. طب بس فهمني في ايه؟ لحسن انا فعلا مخضوضه من المكالمه دي. طيب تعالي اقعدي طيب وهنتكلم. انا مش هقدر اتاخر، بابا وماما في المدرسه وزمانهم جايين ولازم يجوا اكون انا مخلصه كل حاجه. ما تخافيش احنا هنقعد حبه صغيره. حاضر يا سيدي. ايه بقى الموضوع ده؟ سلوى انا محطوط في موقف وحش قوي، مش عارف اتصرف فيه ازاي. موقف ايه؟ حسام اتكلم ارجوك. ايه انا بقى؟ اصل انا حكيت لبابا وقلت له ما يحكيلكيش عشان انا اللي احكي لك عشان اعرف رايك. رايي في ايه؟ سلوى انا في ورطه كبيره قوي حطتني فيها امي وقدامي اختيار صعب.